بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية. تتناول محاضرة اليوم تنمية المهارات الحسية. تناولنا في المحاضرة السابقة تنمية بقايا الإبصار. إن شاء الله يتوقع بعد انتهائك من هذه المحاضرة أن تكون قادرا على أن تتعرف أهمية حاسة السمع، تحدد مستويات تخطيط برنامج الإدراك السمعي، تجري بعض التدريبات اللازمة لتنمية حاسة السمع. تنمية حاسة السمع لدى الكفيف. حاسة السمع ثاني الحواس أهمية بعد الإبصار للإنسان نظرا لعلاقتها الوثيقة بتكيف الفرد مع البيئة. حاسة السمع هي الوسيلة الأولى لتعليم الطفل الكفيف الاتصال المباشر مع البيئة بعد فقده للبصر. حاسة السمع من الحواس الرئيسة التي يعتمد عليها الكفيف في تعويض النقص الكبير في خبراته اليومية. يتم تنمية حاسة السمع لدى الكفيف وفق برامج تدريبية محددة لهذا الغرض يقوم به متخصص في مجال تعليم المعاقين بصريا وأولياء الأمور. وهناك مجموعة من الاعتبارات خلال عملية التدريب حتى تسير هذه العملية جنبا إلى جنب مع عملية النمو الخاصة بالإدراك ما هذه الأمور؟ 1- الطفل يعي كل صوت وينتبه إليه، فاستجابة الأطفال للأصوات المزعجة تكون مختلفة عن الأصوات الناعمة والهادئة. الطفل يستجيب بشكل معين لأصوات محددة، فهو قد يستجيب بالابتسامة أو بإدارة رأسه عندما يسمع لصوت والدتي أو أمي وهي قادمة نحوه في الشهور 4 و5. تتزايد استجابته وتتمايز عند سماع صوت أمه تدعوه للرضاعة. 3- قدرة الطفل على التعرف على الأصوات وتمييزها. الطفل لديه قدرة عالية على تعرف الأصوات وتمييزها. 4- الطفل يتعرف أسماء الأشياء التي يتكرر سماعها، وليس ذلك فحسب، وإنما يمكنه التعرف على أسماء الأطفال ومدلولاتها. وهذا الأمر يحتاج إلى تدريب بشكل كبير عند الطفل الكفيف. الطفل ينتقي صوتا محددا من بين مجموعة من الأصوات أو ما يسمى بالاستماع الانتقائي، وهذا يحتاج من الطفل إلى تركيز بشكل معين. أول المهارات الأساسية للتعلم هي الاستماع وخاصة الإصغاء، ويعد ذلك أرقى مستويات النمو في الإدراك السمعي. إن تدريب الطفل الكفيف على تنمية مهارات الاستماع ضروري ومهم، لذلك فعلى أولياء الأمور والمربين اتباع الكثير من الطرق لتحقيق ذلك. ومن هذه الطرق: انتباه الطفل إلى ما يمكن الاستماع إليه بطريقة مشوقة وممتعة، استخدام استراتيجية القص ثم تكليف الطفل بإعادة ما سمعه ومحاولة تلخيص واستخلاص الأفكار الأساسية للقصة، الاستماع إلى الأشرطة المسجلة والمقاطع الصوتية وسؤاله عما دار خلال هذه المقاطع. 4- محاولة التخلص من التشتت وعدم التركيز بعدم إطالة زمن الاستماع وجعله على فترات مناسبة. تشجيع الطفل على الاستماع وتعزيز ذلك، أشجعه دايما أن هو يستمع، أساعده على ذلك بأن أنا أوفر له أجهزة الاستماع سواء كانت تسجيلات في الماضي، أشرطة الآن من خلال الموبايلات والتابلت. 6- الاستعانة بأشخاص آخرين للتدريب على التمييز الصوتي. 7- تركيز الانتباه على النقاط المهمة وإعطاء وقت كافي لاستيعابها. مستويات تخطيط برامج الإدراك السمعي لدى الطفل الكفيف. هناك مستويان، المستوى الأول هو إدراك الأصوات وتحليلها. يتم التدريب في هذا المستوى على الإصغاء الجيد والاستماع الصحيح والانتباه ليتمكن من إدراك الأصوات التي يسمعها، ثم يقوم بتحليلها وفقا للخطوات التالية: 1- يدرب أخصائي التوجه والحركة الطفل الكفيف على مهارة الانتباه لما يقال أو ما يحدث. 2- يدربه على تحديد مصدر الصوت، الصوت جاي منين. 3- يركز الأخصائي على تدريب الطفل الكفيف على التركيز على الأصوات ذات العلاقة بالموقف والتي لها أهمية في تحديد العلاقات والربط بينها، وكذلك إهمال وتجاهل الأصوات التي ليس لها علاقة بالموقف.
يمكن تلخيص ما سبق عن طريق أو في 3 خطوات: الانتباه وتمييز الأصوات، 2 تحديد مصدر الصوت، 3 تحديد الأصوات ذات العلاقة بالموقف، واستبعاد الأصوات التي ليس لها علاقة بالموقف. هذا بالنسبة للمستوى الأول. أما المستوى الثاني هو التنظيم الصحيح للمعلومات السمعية المتحصل عليها. تعد عملية تنظيم مهارة من المهارات ذات الشأن بالنسبة للطفل الكفيف، وتشمل عملية تنظيم المعلومات ما يلي: قيام الطفل الكفيف بدمج الحروف أو الكلمات المنفصلة حتى يمكنه تكوين كلمات أو جمل ذات معنى. 2 تذكر كل ما يسمعه بحسب ترتيبه الذي ورد إليه، اللي هي الذاكرة السمعية، مما يسهل عليه تذكر القوائم والتعليمات والكلمات. معرفة العناصر المتناقضة وإكمالها بشكل صحيح. يبقى إذن مستويات برامج التدريب السمعي مستويين: المستوى الأول إدراك الأصوات، المستوى الثاني اللي هو التنظيم الصحيح للمعلومات السمعية. بعض التدريبات الخاصة بتنمية حاسة السمع: التدريب على مهارة الوعي بالأصوات، التدريب على تعرف الأصوات، التدريب على تحديد طبيعة الصوت، وإلى آخره من التدريبات. وهناك إن شاء الله بعض الأنشطة السمعية لتنمية حاسة السمع، مثل الإنصات إلى الأصوات الصادرة داخل غرفة الصف والصادرة من خارجها، التحرك في غرفة محدثا أصواتا ثم يطلب من الطفل الكفيف تحديد مصدر الصوت والإشارة إليه، جعل الكرة كرة الجرس تقفز وأطلب منه أن يتتبع قفزات الكرة، أطلب من أحد الطلاب أن يتجول داخل غرفة الصف ثم أطلب من الكفيف أن يتعرف على هذا الشخص من خلال صوت مشيته، استخدام جهاز تسجيل وأشرطة مختلفة لنسمع الطالب صوتا لم يعتاد سماعه من قبل ثم نطلب منه تعرف هذا الصوت. خطة تدريبية لتنمية حاسة السمع: الهدف من هذه الخطة هو تنمية حاسة السمع المهارة تتبع الصوت. طبعا الأدوات التي يمكن استخدامها مثل صافرة، جرس، كرة تصدر صوت، علبة، المعلم نفسه قد يكون جزء من هذه الخطة. الإجراءات: نستخدم مصدر متحرك للصوت ونطلب من الطالب أن يمشي ويتتبع الصوت إلى الاتجاه الذي تحرك إليه. نستخدم مصدر للأصوات متحرك ونطلب من الطالب أن يمشي ويتتبع الصوت تاركا إياه أو وراءه أو على يمينه أو يساره. نبدأ بإصدار صوت متصل ونطالب من الطالب أن يسير نحو مصدره ثم خفض مدة إصدار الصوت تدريجيا، ويمكن أن يكون ذلك بالتصفيق المتصل ثم تقليل مرات التصفيق إلى أن يحدد الطالب المكان بصفقة واحدة أو صفقتين. نلعب مع الطالب لعبة مستخدمين كرة تحتوي في داخلها على مصدر محدث للصوت. كل هذه الإجراءات والخطوات تؤدي إلى تنمية حاسة السمع لدى الطفل الكفيف. وإن شاء الله يعرض لكم مقطع فيديو يوضح كيف يمكن تنمية حاسة السمع لدى الكفيف.